صراحة أنه بعد التنسيق والمطالبات خلال السنوات السابقة والتنسيق مع وزارة التخطيط وزارة المالية من خلال اللقاءات من خلال الاجتماعات من خلال كذا، المحافظات فرضت وجودها بأنه يجب أن يكون هناك تخصيص جيد لغرض أنه تقديم الخدمات للمواطنين، وبعد تشكيل اللجنة التوجيهية العليا وبعد أنه تشكيل فريق إعداد الخطة وعقد ورشة عمل في وزارة التخطيط لغرض المباشرة بهذا الموضوع، تم تخصيص لمحافظة مسان ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية مبلغ 553 مليار دينار اللي هو يتضمن تنمية الأقاليم، اللي هي تنمية الأقاليم 393 و 300 الأقاليم، وكذلك أنه البترودولار واستراتيجية الحد من الفقر. أما موضوع واردات منفذ الشيب هذه باحتساب يعني بمرقة أنه يحتسبوها تحتسبها وزارة المالية وتخصصها المحافظة، هذه ما تدخل ضمن التخصيصات هذا القانون، وإنما هذه باستمرار كل فترة أنه تحسب شهريا أو كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر مرات أنه وش قد يكون الواردات، تنطي نسبة اللي هي 50% للمحافظة اللي يتواجد بها المنفذ، ويخصص 20% من 50% لغرض تنفيذ مشاريع ودعم المنفذ، والباقي يخصص لمشاريع داخل المحافظة.